بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله نشوف مع بعض تجربه عمليه لزياده بارتيشن السي بدون ما تخسر اي ملفات، سواء من البارتيشن نفسه او من اي بارتيشن هتدمج او هتاخد منه المساحه وتدمجها مع البارتيشن اللي عليه نسخه الويندوز بتاعتك. وده غالبا بيشتكي منه اغلب الناس اللي هم بيقول لك السي عندي 80 ولا 100 جيجا وبرده مفيش مساحه، المساحه دي بتروح فين؟ طبعا طول ما انت بتستخدم الويندوز وبتستعمل برامج وحاجات ففي ملفات بتزيد مع الوقت، بخلاف طبعا ان في ملفات على ديسكتوب او ملفات في الريسايكل بن او بعض الملفات الموجوده في التمب او في الماي دوكمنت. فكل ده كنا شرحناه ووضحناه في شرح قبل كده، ازاي تقدر تنظف البارتيشن بتاعك بدون ما تحتاج انك تقسم او تعيد تقسيم الهارد او تاخد مساحه من اي بارتيشن. ولكن خلونا نركز النهارده في درسنا انك ازاي تقدر تزود حجم البارتيشن بتاع السي بتاعك عن طريق برنامج ماكرورت ديسك بارتيشن اكسبرت. البرنامج هتقدر تستعمل من خلاله الطريقه دي بشكل مجاني، مش هتحتاج تفعيل ولا اي حاجه، لان احنا كنا شرحنا الموضوع ده قبل كده. اللي احنا هنشوفه في الفيديو بالظبط علشان تبقى عارف انت هتتفرج على ايه، هيبقى معايا بارتيشن السي، هاخد مساحه من بارتيشن تاني واعمل بارتيشن جديد، والبارتيشن الجديد ده هاخد المساحه بتاعته وهدمجها مع بارتيشن السي علشان ازود الحجم بتاع السي بتاعي. يعني هاخد المساحه دي هلزقها في بارتيشن السي، فبالتالي الحجم بتاعي هيكون كبير. الموضوع سهل وبسيط لكن محتاج منك شويه تركيز في الفيديو، لان في بعض الشروط علشان تتم العمليه بامان وسلام من غير ما تخسر اي ملفات وبدون ما تواجه اي مشكله معاك. فيلا بينا نبدا الفيديو. ده البرنامج هو بعد ما نزل هنفك الضغط عنه كليك يمين واكستراكت تو، تمام؟ فهينزل لك فولدر فيه البرنامج هتقدر تسطبه، وهتلاقي فيه فولدر بورتابل او نسخه محموله للبرنامج على حسب نظام التشغيل عندك. انا عندي هنا 64 وهنا 86، فانا نظام التشغيل عندي 64، هدخل على طول نسخه محموله تشتغل بدون اي تثبيت. هشغل البرنامج، هيظهر لك رسالة فيها يس انه هتدوس على يس، هتستنى لحظات فالبرنامج هيبدا يشتغل معاك اهو. تعالوا نشوف كده بقى البارتيشنات اللي موجوده عندي على الجهاز. ادي الثلاث بارتيشنات قدامي اهم، السي والدي والاي. هنبدا نشغل البرنامج، هتلاقي اري البارتيشنات اللي موجوده على الجهاز، واللي تحت دي خلي بالك دي فلاشه موجوده عندك على الجهاز فسيبك منها. ده الهارد اللي هو ديسك 0، تمام، اللي هو حجمه الكلي 465.8 اللي هو 500 جيجا بايت. فانا دلوقتي عاوز ازود المساحه بتاعه السي، فبالتالي يا اما اخد مساحه من هنا وارميها هنا، يا اما اخد مساحه من هنا وارميها هنا، تمام كده. فانا عندي ده 500 ميجا ملوش اي 60 لازمه دلوقتي، وهنا الاي 368 جيجا بايت، فانا عاوز اخد 100 من هنا واخلي السي 200 جيجا تقريبا. هاجي هنا كده على البارتيشن اللي انا عاوز اخد منه المساحه، لازم طبعا يكون جنبه يا اما على اليمين يا اما على الشمال. هدوس عليه كليك يمين وهيظهر لك بعض الاختيارات، هتيجي تختار منها اول اختيار اللي هو سايز اور موف فوليوم، تمام كده. فبتلاقي في بقى معاك هنا البار ده او الشكل اللي قدامك ده كده، تقدر تسحبه يمين او شمال بالشكل اللي قدامك ده. فمعنى كده ان اقدر انا اخد مساحه من ناحيه البارتيشن واسيبها ناحيه الشمال المساحه دي، او العكس اخد مساحه من هنا واعمل الجزء الفاضي دوت ناحيه اليمين. فبالتالي حتى هتلاحظ تحت هنا كانوا ثلاث بارتيشنات اللي هو ده وده وده، دلوقتي بقى فيه واحد على شماله وواحد على يمينه، تمام. فانا لا، انا عايز اعمل ده كده واخليه على شماله علشان يبقى قريب من السي اللي هو البارتيشن اللي انا عاوز ازود المساحه بتاعته. طب انت عاوز تخليها قد ايه؟ هتيجي كده تسحب هنا، خلي بالك ان المساحه تحت بتبقى موجوده بالميجا بايت، بتبقى موجوده هنا بالميجا بايت، وتحت هنا بتبقى بالجيجا بايت. فهنا 52294.2 ميجا بايت اللي هم بيعادلوا 51 جيجا بايت. فانا قلت انا عاوز 100، طبعا انت بتفضل تسحب وعينك على العداد اللي تحت كده ب 84، انا عاوز 100 كده بقى 101. خلي بالك انا عندي هنا البارتيشن بتاع السي 97، فهنقول 103 علشان تبقى 200 بالظبط، وطبعا ما بقاش بالظبط ولكن بالتقريب. يعني دلوقتي بقى 113 كده 108، نخليها كده 106 زي احنا شايفين قدامنا، تمام. يبقى انا كده كلت مساحه من البارتيشن اللي هو الاي دوت وخليتها على شماله، فهدوس على اوكي كده خلاص عملها اهو. بعد كده دلوقتي المساحه بقت موجوده ولكن مكتوب كلمه انا لوكيتد زي احنا شايفين قدامنا، يعني المساحه موجوده ولكن انت ما كريتهاش او ما عملتش بارتيشن جديد. يعني هقول له يا معلم ماشي كليك يمين، وهتقول له كريت فوليوم. بمجرد ما تدوس عليها هيظهر لك ويندو جديده فيها بعض البيانات اللي هي بتاعت البارتيشن، ما تلعبش في اي حاجه، ولكن خلي بالك ان في هنا برايمري ولوجيكال. الفرق بين الاثنين باختصار ان برايمري لو انت عاوز تثبت ويندوز على البارتيشن ده، فانا عندي كده كده السي ومعمول برايمري، فمش هحتاج اعمل بارتيشن تاني الا لو انت بقى كنت حابب تثبت ويندوز على البارتيشن ده، فانا هخليها لوجيكال زي ما هو مش هلعب في اي حاجه.
تمام. وهنا الليتر او الحرف بتاع البارتيشن معمول هنا الاتش، فخليه الاتش زي ما هو. الحروف دي امرها سهل عادي ما فيهاش اي مشكله، وهدوس على اوكي. وطبعا هنا ان تي اف اس اوعى تخليه فات او فات اوعى تخليه فات 16 او 32، خليه ان تي اف اس لان ده النظام الاحدث من الانظمه اللي باقيه. هتدوس على اوكي تمام. فكده هو عمل البارتيشن اهو، بارتيشن جديد بقى حرف الاتش. هتدوس عليه هيأكد لك، يقول لك انت عملت خطوتين تو اوبريشن اذ كارنتلي بيندنج، يعني في خطوتين او حاجتين انت عملتهم، اللي هم اللي احنا عملنا ريسايز للبارتيشن، واللي هو كريتنا البارتيشن، يعني غيرنا او خدنا حجم من البارتيشن وبعد كده عملنا بارتيشن جديد. هدوس على اوكي، فيقول لك ان الويندوز محتاج يعمل ريستارت علشان اللي انت عملته ده يتم. هتدوس على اس وهنشوفه هيعمل ايه دلوقتي. هتسيبه راستر براحته خالص. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا جدا، لو انت بتستعمل لابتوب من اي نوع اتاكد انك موصله بالباور او البطاريه علشان ما يفصلش معاك ويحصل مشكله، لان الخطوه دي لازم الجهاز ياخد فيها كل وقته كامل. هتلاحظ هنا فوق كاتب لك اوبريشن 1 اوف 2، يعني العمليه الاولى من الثانيه، عمليه الريسايز والموف اللي احنا عملناها لما خدنا مساحه من البارتيشن. حتى بيقول لك الكاباسيتي اللي هي الساعه 368 جيجا بايت بقت 261، اللي هم ال 106 او 107 جيجا اللي احنا خدناهم. فدي العمليه الاولى، وتحت هتلاقي فيه كده نسبه مئويه، نسبتين، واحده على اليمين وواحده على الشمال. اللي على الشمال دي 29%، دي اللي هي من الخطوه الاولى اللي هي رقم واحد دي، تمام. اما ال 15% فدي التوتال او النسبه المئويه الكليه على بال ما يخلص. المهم انت هتسيبك من الكلام ده كله وهتسيب الجهاز خالص براحته لحد لما يخلص، وما تلعبش في اي حاجه، وتاكد لو انت لابتوب تكون موصل الباور او الفيشه بتاعه البطاريه، علشان الجهاز لو فصل هيعمل لك مشكله في الهارد. دايما في موضوع لما تيجي تقسم الهارد او تعمل حاجه في البارتيشنات اي حاجه، لازم تكون موصل البطاريه وتكون موصل المصدر الطاقه او الفيشه بتاعه الشحن، علشان لا قدر الله النور قطع فالبطاريه تشيله، او ما تسيبه ولو كنت على البطاريه بس فممكن البطاريه طبعا تفضى وانت مش موصل الشاحن، فتكون عامل حسابك من الناحيتين. بعد كده اول ما بيفتح الجهاز معاك، تعالوا كده نشوف بقى حصل ايه. استنى بس كده يفتح، هنفتح الماي كمبيوتر. فهنا عمل لنا بارتيشن جديد زي ما احنا شايفين قدامنا، حجمه 106 جيجا بايت. ولو نلاحظ بره ان البارتيشن القديم زي ما هو ما تمسحش منه اي حاجه، كل الملفات اللي موجوده زي ما هي. هنيجي بعد كده نشغل البرنامج تاني. خلي بالك بقى، ركز في النقطه دي، مهم قوي قوي قوي، تمام. البرنامج هيفتح معايا بدون اي مشاكل. هتلاقي جاب لك البارتيشنات اللي موجوده عندي، البارتيشن اللي هو كان الثلاث بارتيشنات الموجودين اهم، والبارتيشن الفاضي اهو اللي هو 106 جيجا. فانا دلوقتي عاوز اخد المساحه دي احطها هنا، تمام. فانت ممكن تاخد المساحه دي تحطها هنا، او تاخد المساحه دي وتحطها هنا، مفيش اي مشكله. فانا عاوز احطها في السي علشان اكبر السي. هتدوس على السي كليك يمين. انا بس هوريك حاجه دلوقتي، هدوس كليك يمين وهقول له ريسايز او موف اول واحده. فهنا مش هينفع اخد اي مساحه من البارتيشن اللي جنبه، ولكن ينفع اقلل مساحه من السي طالما انه في مساحه فاضيه، تمام كده. لكن انا عاوز ازود المساحه، هتطلع. فانت هتمسح البارتيشن ده لانه متكري، هتدوس كليك يمين وهتختار ديليت فوليوم وهتقول له اس عم الحاج، تمام. فبقى كده في مساحه فاضيه جنب الاي وجنب السي، فهدوس على السي كليك يمين واقول له ريسايز او موف. فبالتالي هيقرا ان في مساحه على يمينه فاضيه خالص اهي، فبالتالي ممكن انا اكلها كده، اخدها كلها ناحيه اليمين لحد الاخر خالص، تمام. وكده خدت المساحه كلها. حتى تلاحظ تحت ان ما بقاش فيه بارتيشن اللي هو ان لوكيتد، حتى لو جيت من فوق كده سحبت سنه ناحيه الشمال هتلاقي عامل لك ان في جزء فاضي اهو. لا يا معلم، انت تاخدها كده لحد ما تقفل معاك خالص، هتلاقي اللي تحت دي اختفت. فكده اختفت اهي، واقول له اوكي. فكده بقى بارتيشن السي كله معايا 200 جيجا و3 زي ما احنا شايفين قدامنا. هقول له اوكي. فكده بقت البارتيشنات موجوده عندي بالشكل ده. بعد كده اخر حاجه هتدوس على الكوميت اللي موجوده فوق دي عشان تقول له ابلاي او تطبق التغييرات اللي انت عملتها. وبعد كده يا ريس هتقول له اوكي. لو طلب منك تعمل ريستارت هنا تو اوبريشنز هوم، هقول له اوكي. فما طلبش مني ريستارت المره دي لان البارتيشن اللي انا عملته ما فيهوش اي ملفات ولا اي حاجه، فيعملها بسرعه فوق زي ما احنا شايفين موجود قدامنا الكاباسيتي من 97 جيجا ل 203 جيجا. فقال لك يا معلم تو اوبريشن هاف بين اكزكيوتد سكسسفولي، تمت بنجاح. هتقول له اوكي، والقطه بتقول لك نو نو، وهتطلع بعد كده تلاقي البارتيشنات. لو جينا نفتح الماي كمبيوتر فالسي اهو بقى عندي 203 جيجا بايت.
فبالتالي كده انا زودت المساحه بتاعت السي بدون ما اخسر اي ملفات خالص وبكل سهوله من خلال البرنامج الجميل جدا والمجاني اللي هو مكرور الديسك بارتيشن اكسبرت. فالموضوع زي ما شفتوا بسيط جدا جدا، ما فيهوش اي صعوبه، لان بعض الناس بتيجي عند نقطه تقسيم الهارد ديسك يقول لك لا انا هدي الواحد ويكعله كده ايه بتاع 100 جنيه ولا 150 جنيه علشان بس يعمل بارتيشن جديد او علشان يقسم الهارد ديسك. ده بكل بساطه كان شرح الموضوع. لو حابين اشرح لكم البرنامج بشكل كامل قولوا لي من خلال التعليقات، وان شاء الله اسيب لكم رابط مباشر على موقع تكنو عربي في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ان شاء الله. فارد في الاخر لو عجبك الفيديو او استفدت ولا معلومه قد كده ما تنساش تدعمني بانك تضغط لايك للفيديو وتدوس سبسكرايب او اشتراك للقناه من الايقونه المداره اللي فوق بالرز دي. لو كان عندك اي استفسار اي اقتراح كالعاده سيبولي من خلال التعليقات او على جروب تكنو عربي وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.